أرحب بجميع الحضور ومتابعي قناة دليل رقمي ومهارات برمجية. ورشة اليوم بعنوان إنشاء ورقة عمل أو نموذج امتحاني تلقائي التصحيح. معكم مدرسة علم الأحياء بارعة مسرابي. لن أتحدث عن أهمية هذه الأوراق وكيف تسمح للطالب بالتحقق من درجاته الخاصة فور انتهائه من الاختبار، وكيف أن هذه الأسئلة معززة بالتكنولوجيا توفر مزيداً من الإثارة للطالب، كالسحب والإفلات مثلاً، هي طريقة ممتعة وتعزز الارتباطات في القشرة المخية لديه ما يمكنه من تذكر المعلومة. سنصنع اليوم نموذج ورقة عمل للصف الثالث ثانوي في مادة علم الأحياء بدرس التكاثر الجنسي لدى النباتات البذرية. نلاحظ هناك أسئلة خيار متعدد، حدد موقع، ماذا ينتج، ولاحظ الشكل وأجيب عن الأسئلة. طبعا يتمكن الطالب بيختار بالخيار من متعدد أن يختار أحد الإجابات الأربعة مثلا. أنا أجيب بشكل عشوائي. هنا يمكن الطالب من التوصيل بواسطة القلم مثلا ظهور المخاريط المذكرة في نبات الصنوبر أين تظهر؟ بقواعد الفروع الفتية. نلاحظ كيف يصل الطالب. البذيرة في نبات الصنوبر أين تقع؟ سنجيب أنها مثلا تقع على السطح العلوي للحرشفة. يمكن للطالب أن يعدل إجابته في حال أخطأ الإجابة. الأرحام هنا، الخلية الأم هنا، رشيم بذرة الصنوبر وحبة الطلع في أثناء إنتاجها. نلاحظ كيف قام الطالب بعملية التوصيل. هنا ماذا ينتج؟ مثلا سلفات. ماذا ينتج عن تمايز بعض خلايا الأندوسبيرم في أثناء نضوج البذيرة؟ لنكتب الأرحام، عفوا الأرحام. هنا نلاحظ الشكل الآتي وأجيب عن الأسئلة. ما الذي يمثله كل من الشكل المجاور؟ سنكتب بذيرة ناضجة. لدى نبات الصنوبر. لنضع التسميات نلاحظ لدينا أرقام وهنا واحد. مثلا واحد تمثل اللحاف الخارجية، اثنان سيمثل النوسيل، نلاحظ هنا السحب والإفلات، الأندوسميرم سيتمثل بالرقم أربعة، الأرحام الرحم سيتمثل بالرقم ثلاثة، والحجرة الضلعية بالرقم خمسة. عندما ينتهي الطالب سيكبس على زر انتهاء ليتأكد من علامته. نلاحظ كيف تم التصحيح تلقائيا باللون الأخضر. الإجابات الصحيحة باللون الأخضر، هنا لم يتم الإجابة، اللون أحمر. التوصيل كيف كان صحيحا، وهنا اختر من الإجابة. نلاحظ كيف الأسئلة تم تصحيحها ونال الطالب 7 من 10. لإنشاء ورقة عمل مثل ورقة العمل السابقة، نفتح متصفح جوجل ونكتب في البحث Live Worksheets. سيظهر لدينا مواقع، نختار الموقع الأول. هنا سيظهر أوراق عمل لمدرسين آخرين بمواضيع مختلفة. وإذا بدنا نحل أو ننشئ ورقة عمل، يجب إنشاء حساب داخل هذا الموقع. من أجل إنشاء حساب داخل الموقع، أمامي خيارين: إما أن أدخل كطالب، أن أكون كطالب وأريد حل أوراق عمل، فأضغط على Student Access، أو أن أكون أستاذ وأريد إنشاء أوراق عمل، فأضغط على Teachers Access من أجل إنشاء حساب. بما أننا نحن معلمون ونريد إنشاء ورقة عمل، سنختار Teachers Access. ستظهر أمامنا منصدر.
في حال كنا سابقا قد أنشأنا حسابا، سنعبئ الخانات الظاهرة أمامنا. أما في حال كانت أول مرة ونريد أن ننشئ حساب، فسنضغط على خيار Register. هنا ليس لدينا حساب مسبق، لذلك سنضغط على Register. ستظهر أمامنا صفحة أخرى، هناك نوعان من المعلومات، معلومات مطلوبة ومعلومات اختيارية. هنا سنبدأ تعبئة المعلومات المطلوبة، الاسم المستخدم، سنكتب مثلا مس بارعة، الباسورد، كلمة المرور، سنضغط. هنا أنا لن أتمم تعبئة البيانات لأن لدي حساب، ولكن في حال أتممتم تعبئتها فور انتهائكم ذلك، اكبسوا أو تضغطوا على ريجستر. بالنسبة لي سأذهب إلى حسابي المنشأ، وهنا كتيتشر مس باريا. إذا انتهينا من الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى، وهي إنشاء حساب وتسجيل دخول. لنبدأ المرحلة الثانية، وهي إنشاء ورقة عمل. لإنشائها سنضغط على Make Interactive Worksheet، نضغط هنا. ستظهر منسدلة بثلاثة خيارات، الخيار الأول Tutorial وهو تعليمات حول إنشاء ورقة عمل، فيديو Tutorial فيديو تعليمي على اليوتيوب، في حال لو ضغطنا سيظهر هذا الفيديو حول إنشاء هذه الورقة. سنعود لنعود من جديد، والخيار الأخير هو Get Started حول البدء بإنشاء هذه الورقة، سنضغط. طبعا ستظهر لدينا صفحة أخرى. الخطوة الأولى هي يجب تحميل ورقة عمل. يجب أن تكون ورقة العمل محضرة سابقا بصيغة PDF. تختار الأسئلة حسب اختيارك، خيار متعدد، وربما صورة تحتاج إلى تثبيت على الطالب أن يسمي أو يرتب أو يحدد موقع، هذا حسب اختيار المعلم. سنختار الملف. نحن تحدثنا سابقا أنه يجب أن تكون بصيغة PDF. قمنا بعملية التحميل، سنقوم بعملية التحميل بعد اختيار الملف، وهنا سيحمل. هنا ظهرت أمامنا ورقة عمل محضرة سابقا، نلاحظ طبعا هي خالية من الإجابة. اخترت كما رأيتم سابقا رسم وأسئلة حول الرسم، ماذا ينتج، ممكن تفسر، حدد موقع، وخيار متعدد. سنبدأ باختر الإجابة الصحيحة. يتغدر شيم بذرة الصنوبر في أثناء الإنتاج من المواد الممتصة، سنصنع هنا مستطيلا، سنكتب select. إذا كان الجواب صحيحا نكتب yes، وإذا كان الجواب خاطئا نكتب no. طبعا select نقطتان و no بما أن الجواب هنا خاطئ. الخيار الثاني أيضا مستطيل، ثم select نقطتان و no. طبعا هي أيضا إجابة خاطئة. الخيار الثالث أيضا مستطيل، select. يتغذى الرشيم بذرة الصنوبر من الأندوسبرم، وهو صحيح yes. تمام. الخيار الأخير طبقة الطلائع الرشيمية، select no. بهذه الطريقة نكون قد حددنا الخيارات الخاطئة والخيارات الصحيحة. بنفس الآلية نتمم الخيارات العشر، مستطيل select نقطتان، إما yes أو no. تمام. سننتقل الآن إلى خيار التوصيل. هذا السؤال محبب لدى طلابنا، عملية التوصيل بقلم إلكتروني. لنحدد موقع هنا واحد، أين تظهر، أو حدد موقع ظهور المخاريط المذكرة في نبات الصنوبر. أيضا ننشئ مستطيلا،
سننشئ مستطيل ونكتب بداخله join نقطتان one. ستظهر المخارط المذكرة في قواعد الفروع الفتية. بقواعد الفروع الفتية نلاحظ أنها الإجابة بجوارها، ونكتب أيضا join نقطتان one. ننتقل إلى الموقع الآخر. أين نحدد موقع بذيرة؟ البذيرة في نبات الصنوبر، أيضا ننشئ مستطيل. البذيرة في نبات الصنوبر ستكون على السطح العلوي لكل حرشفة. join to، وأيضا الخيار B. هنا أنا لم أضع الترتيب العشوائي. join to. بنفس الطريقة، أين تقع الخلية الأم للأبوة الكبيرة؟ join نقطتان 3 في وسط مسال البذيرة الفتية. أيضا ننشأ مستطيلا و join نقطتان 3 حتى ننتهي من جميع ما اخترناه من أسئلة. بعد أن انتهينا من هذا السؤال سننتقل إلى السؤال التالي. ماذا ينتج؟ هنا على الطالب أن يكتب هو الإجابة. ليكتب الطالب ننشئ مستطيلا ثم نكتب بداخله الإجابة مباشرة. ماذا ينتج عن الانقسام المنصف الذي يطرأ على الخلية الأم للأبواغ الكبيرة؟ أربع أبواغ كبيرة. نكتب أربع أبواغ كبيرة، صيغتها أو واحد إن، يكفي أن نكتب واحد إن. واحد ثم إن. ربما طالب آخر لديه جواب آخر، سيكتب أربع أبواب كبيرة صيغتها الصبغية واحد إن. نعود فنضع سلاش ونكتب أربع أبواب كبيرة صيغتها الصبغية واحد إن. نحن باستطاعتنا أن نضع إجابات متعددة بأن نكتب الإجابة ونضع سلاش بين الإجابة والأخرى. وهنا إذا كتب الطالب أي من هذه الخيارات سيأخذ العلامة الصحيحة. بالمقابل سننتقل، سنعيده مرة أخرى مع سؤال آخر. ماذا ينتج عن تمايز بعض خلايا الأندوسبير؟ أيضا سننشئ مستطيلا ومباشرة نكتب بداخله الإجابة الصحيحة. ماذا ينتج؟ الأرحام. ربما نكتب ينتج الأرحام أو أرحام بدون التعريف. وبنفس الطريقة نتمم باقي الأسئلة. قبل أن أنتقل إلى السؤال التالي، يجب أن أنوه أنه لا يجب أو لا ينبغي أن أضع فراغا بين السلاش والإجابة. ننتقل إلى السؤال هنا الأخير حول الصورة. ما الذي يمثله كل من الشكل المجاور؟ بنفس الطريقة ننشئ مستطيلا ونكتب الإجابة بداخله. هو سيمثل بذيرة ناضجة لدى نبات الصنوبر. ضع المسميات المناسبة لكل من الأرقام. هنا لدينا هذا في هذا السؤال، هنا ستظهر آلية السحب والإفلات. في الحقيقة أنا أستمتع عندما أصنع هذا السؤال. اللحاف الخارجية واللحاف الخارجية هي رقم واحد. سننشئ هنا مستطيلاً ونكتب داخلها drag one. drag لا في الإنجليزي عفوا drag نقطتان one.
اللوحات الخارجية تمثل رقم واحد، فنذهب إلى المكان المخصص للرقم واحد وننشئ مستطيلا أيضا ونكتب drop نقطتان 1. النوسيل ننشئ مستطيلا، النوسيل drag نقطتان 2، هي طبعا تتمثل بالرقم 2. نذهب إلى رقم 2 وننشأ مستطيلا، وبنفس الطريقة drop نقطتان 2. الأندوسبيرم ننشأ مستطيلا ونكتب drag نقطتان 3، ونذهب إلى تتمثل طبعا بالرقم 4 الأندوسبيرم، ننشئ مستطيلا وبداخله نكتب drop نقطتان 3 عفوا 3. وبنفس الطريقة نتمم جميع الخيارات. بعد الانتهاء نصعد إلى الأعلى في هذا الشريط، هنا معينة الصفحة قبل أن أحفظها. أما في حال حفظ الصفحة سنضغط على هذه الأيقونة سيف، هنا حفظنا الورقة. يظهر أمامنا خياران، الأول إما أن أريد أن أشاركها، أن أشارك ورقة هذه العمل مع أساتذة آخرين، أو أن تبقى خاصة في أوراقي الخاصة غير معروضة أو غير مرئية بعد. سأختار هذا الخيار. طبعا يجب أن نسمي ورقة عملنا قبل أن نضع سيف. ورقة مثلا ورقة عمل في درس التكاثر الجنسي لدى عاريات الوجه ثم سيف. هنا سيظهر أمامنا رابط هذه الورقة إذا أحببنا أن نرسله إلى طلبتنا أو إلى أي أحد هنا، أو في هذا الخيار أن نريد أن نفتح ورقة العمل كي نراها. هنا انتهينا، سنضغط على close لنرى الورقة العمل التي تم إنشاؤها. سنضغط على Miss بارعة My Worksheets لتظهر لنا ورقة العمل التي تم إنشاؤها قبل قليل. هنا يأتي الطالب ويبدأ بالإجابة، يتغذى مثلا، اختار هنا أحد المكونات الآتية، وهكذا سيستمتع بحل ورقة العمل. طبعا هناك خيارات واسعة لإنشاء أسئلة مختلفة عن هذه التي اخترتها، سيظهر لكم ذلك من خلال الفيديو الذي تحدثنا عنه قبل قليل. ممكن أن مثلا أن نسجل صوتا ويختار الطالب المسمى حسب الصوت المسموع، ممكن أن نضع فيديو، أن يشاهد الطالب فيديو ثم نختار نضع عليه أسئلة. هناك خيارات متعددة وجميلة جدا وتفاعلية، أترككم لكي تكتشفوها بأنفسكم، ولكن البدايات تعلمناها سويا. وبهذا نكون قد أنهينا من إنشاء ورقة عمل أو ورقة امتحان أو سبر تفاعلي يمكن أن نحتفظ به لنرسله إلى عدد كبير من الطلبة، نستخدمه في أثناء المدرسة أو خارجها في أيام العطل دعما لطلابنا. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمت، أرجو أن أكون قد أثريت شيئا جميلا إلى معلوماتكم. شكرا جزيلا لانضمامكم إلى قناة رقمية ومهارات برمجية. أشكركم جدا وإلى اللقاء.